محمد عطواني رئيس مجلس عامة المحمدية، اليوم دليتي بالصوت ديالك هنا في الانتخابات البرلمانية. أولا إني أشعر بسعادة كوني أديت واجب وطني، وأعتقد هذا الواجب الوطني فهو إجباري للمساهمة في البناء الديمقراطي، وكذلك مساهمة في تقوية التضامن والمناعة للوطن تحت القيادة السامية لصاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأياده. هذا ما قمت به هذا الوقت، هذه اللحظة. وبالمناسبة أهيب بجميع سكان عمالة المحمدية أن يساهموا بتصويتهم، بأداء تصويتهم لفرز من يمثلهم أحسن تمثيل بالنسبة لدائرة المحمدية. كيف تشوف نسبة الانتخابات اللي هنا واصلة دابا تقدر تكون واصلة 15%؟ نعم، ما نقدرش نقول لك شحال يعني يمكن غادي هذا، انما المساهمة ضعيفة. هذا شيء طبيعي راه هنا، لأنه كانت الحملات هذه ضعيفة من طرف الأحزاب، يعني التواصل كان يعني غير كافي لكي جميع المواطنين والمواطنات يصغون ويساهمون. ولكن أتمنى الآن أن يخرج الجميع للأداء هذا الواجب الإجباري للمساهمة في البناء الديمقراطي للوطن، وفي المساهمة كذلك في التماسك الاجتماعي والمناعة للوطن وللمغرب.